هاد التظاهرة اللي كننظموا في مراكش لأول مرة بهاد الحجم، حيث أن الجهات 12 كلها مشاركة في هذا المعرض وفي هذا الأسبوع الوطني ديال الصناعة التقليدية. عندنا تقريبا 1200 مشارك اللي جاوا من جميع أنحاء المملكة، من جميع الجهات، من جميع الأقاليم. وعندنا بعد صناع لأول مرة كيكتشفوا هذه المدينة الجميلة ديال مراكش. الصناعة التقليدية من القطاعات الأساسية في الاقتصاد ديالنا، كتمثل تقريبا 7% من الناتج الداخلي الخام. قطاع مشغل كيشغل 2.3 مليون ديال مناصب ديال الشغل. قطاع الصناعة التقليدية من الرافعات ديال التنمية السياحية والارتباط اليوم ما بين السياحة والقطاع ديال الصناعة التقليدية، ارتباط أساسي وهيكلي. واليوم مراكش اللي كتحتضن هاد التظاهرة الوطنية هي من العواصم الجهوية ديال الصناعة التقليدية. الصناعة التقليدية اللي كتعرف كذلك واحد التطور، وكتعرف واحد تحيين ديال الإحياء ديال التراث الوطني ديالنا عبر الأجيال المتوالية اللي كتخدم اليوم في هذا القطاع ديال الصناعة التقليدية. افتتاح الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، هذا الافتتاح طبعا اللي كيتسم هذا العام بواحد الميزتين كبيرتين. الميزة الأولى أننا جمعنا المعارض اللي كانت كتكون جهوية وجعلنا منها قرية الصناعة التقليدية على المستوى الوطني هنا من مراكش. المسألة الثانية هو أنه أردنا أن يكون هذا الأسبوع الوطني وهذا المعرض الوطني ماشي فقط احتفال من طرف الصناع التقليديين والزوار اللي غيزوروا المعرض، ولكن فتحنا هذا المعرض على مدينة مراكش عبر هذه الانطلاقة ديال هذا الكرنفال اللي هو كيجسد المنتجات التقليدية ديالنا في الجهات الاثنى عشر، كيجسد اللباس التقليدي المغربي في الجهات الاثنى عشر، وكيعكس واحد الغنى والتنوع للموروث التقليدي ديالنا والمنتجات التقليديه ديالنا. طبعا اليوم غادي نعيشوا هذا الاسبوع على مستوى الوطني واحد الحدث كبير جدا اللي فيه احتفاء بالصانع التقليدي، احتفاء بالمنتجات التقليديه، اعاده يعني الاعتبار للمنتوج التقليدي، واعاده تثمين هذا المنتوج، واعاده تعريف الاجيال الجديده على ما تزخر به بلادنا من قوه ومن تنوع وغنى في الصناعه التقليديه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.